السلام عليكم، كيف أخباركم يا جيمرز؟ اليوم أنا باتمان مع لايت فورس 313 في ديستني ذا كوين ويتش، طبعا سيزون 18 وقريب يصير سيزون 19، فبنلعب اليوم ذا لوست سيكتور، بنحاول نخلصها في أقل من 12 دقيقة. ففي هذه الحلقة يعني ما بنتكلم لا على السي جي آي ولا أي شيء ثاني، بنركز على الأسلحة والبارير. فليتس جو إن. طبعا خبرة لايت فورس أكثر مني في كباتمان يعني في اللعبة، يعرف إلى المودز في كل التفاصيل اللي اسمه الشخصية، وهو يلعب تايتن وأنا ألعب وورلوك. فخلنا نشوف كيف نحن نحاول نخلصها سيرفايفر يعني. طبعا في اليمين تشوف إن عندنا بس ثلاث لهم ريفرس، فلازم نحافظ عليها بقدر الإمكان. هذا أول كابال طبعاً، طبعاً لازم تستخدم سكوت ريفل بحاولة إنك ستون هيم، فمهم جداً الستون، وبعدين تقدر تسوي فينيشر. طبعاً هذا الثاني بالكبال اللي هو كابتن. طبعاً عنده سلاحين، عنده الصواريخ اللي تلحق أو الانتباري بعد. طبعاً ديستني 2 يعتبر أفضل من ديستني 1 حتى في صوت الأسلحة. الأبديت الجديد طبعاً تغيرت صوت الأسلحة أكثر من سيزون 17 and 16 يعني، ملاحظة يعني لاحظها. لكن السي جي آي ما تغير، من يمكن بعض الألوان حتى هذه. من ناحية القصة في السيزون 18 أتوقع أن هي 8 من 10 أعطيها. وش رايك لايت فورس، كم تعطيها؟ طبعاً شفت البراميل هذه النارية اللي لازم ننتبه يعني، يا أن احنا نفجرها قبل ما أو أن احنا نستنى كسلاح إذا جو إلينا. طبعاً احنا في البداية نتخلص من الآتس كلهم. الآن طبعاً عندنا هنا Unstoppable Champion Anti-Barrier. هذا Anti-Barrier. طبعاً الوورلوك ما عنده شيلد، عنده حماية ترجيع الطاقة، وهذا عيب في الوورلوك يعني. يمكن ملاحظة يعني لو لاحظت أن الشامبيون قاعد يحترق. نعم. طبعاً بسبب أن أستخدم موز خاصة، أعمل له ستورج بعدين إمبليمنيتر. وهذا الشامبيون الثاني. أنستابل. طبعاً هذا البادي جارد حق الشامبيون. طبعاً قاعد يلحقني هذا الشخص، وصل إلي بس أنا أستطيع أقتله. ما أدري البادي جارد الظهر قتلناه. الآن فاست روم is the most difficult one. You have to be careful here. Let's kill all up. طبعاً هذول السنايبرز هم الأخطر هنا.
لأنه يستطيعوا أنهم عندهم تورش زي آيرون مان أنهم يستطيعوا يطيروا. وهذا الثاني عنده درع ناري وأنا قريب أموت ووصل إلي وقتل. وعدنا الريفاس صاروا 8 تقريبا 7 والآن 4 دقائق. بس خلص من ال كامبيون. هذه المرة الثانية أموت. هذه مشكلة طبعا لما تستخدم الموت بطريقة خطأ شكلك يا باتمان. شكلي هذا البوف ضربت في نايت فورس بالغلط وانصب. طبعا انا استخدم هاند كانيون بعد. طبعا انا استطيع مغاورته من الجهه الثانيه لكنه قوي. طبعاً ما اقدر اشوف انا من هذه الجهه. اقدر اروح من الخلف مغاوره عشان لايف فورس يستطيع يقضي عليه. طبعا هذه المركبة تنحامي او جول موت او الكبال الصغار اللي يدافعوا عنه. وجاي شامبيون ايمو انا مت المرة الثالثة. انا استضبط ثلاث كل جول بعد ضربوا خلاص. اتوقع بستخدم النار حقي لتقليل الدامج علينا لكن ليس هناك فائدة. أنا طبعا في الكهف يمكن هذا المنطقة الأسلم. وصلوا لي داخل الكهف. شامبيون يعني استفاد الوان تبع الحين دقائق. اوكي نمر انا اتذكر ضربه واحده ومت. اوكي عندنا ريفايس صار قليل. لاست وان سوبر. It's 8 minutes. Very nice. 8 minutes and 45 seconds. Good.
سو بنشوف لايت فورس في حلقات جاية إن شاء الله. ممكن نتكلم باللغة الإنجليزية في الحلقات القادمة. Thank you. نشوفكم على خير. ورقصة جميلة.